معايا على التليفون الشيخ حازم جلال، مقدم برنامج المسلمون يتساءلون. اتفضل شيخ حازم. السلام عليكم. السلام عليكم السلام. اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك شيخ حازم؟ اهلا وسهلا. الله يخليك. حضرتك طبعا متابع الحوار وليك راي ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم. الحوار شيق وجميل. اي وطبعا هو من الاهميه في المكان، لان الاسره هي اللبنه الاولى في بناء المجتمع الاسلامي. فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أستاذنا الدكتور أبو حامد بيتكلم واستشهاد، وطبعا هو أستاذنا وأستاذ الفكر والشريعة. أيوه. لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يا سادة كلمة الباءة أي مؤن النكاح. معايا حضرتك؟ أيوه. من استطاع من هنا مشروطة يا سادة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع إيه العلاج يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والسادة الفقهاء الأجلاء، علماؤنا الأجلاء، ألم يفتنوا لما يقوله هؤلاء السادة الآن؟ لا، فطنوا إلى ذلك الأمر. فالإمام أبي حنيفة كما ذكر أستاذنا الدكتور أبو حامد وغيره من والمالكية وغيرهم اختلفوا في سن، هل هو من سن 16 او 18 او 19 او 21، خلاف بين السادة الفقهاء. لكن الاصل والاصح في هذه المسألة، لما جاء يعني ولي الامر من سلطته يا سادة تقييد المباح، بمعنى انا كثير جدا بصرخ في برنامجي من مسألة الزواج العرفي او زواج القصرات. ليه؟ لانه اولا تعالوا ننظر الى ما يسمى ان احنا ظلمنا المرأة من خلال امور معينة. ان احنا حصرنا الزواج كله في نطاق العلاقة الجنسية، وهذا لا يجوز، لان الله قال في القرآن: ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليه. شوف ايوه شوف القانون ده بقى، لتسكنوا اليه لسكنوا، وجعل بينكم مودة، الركيزة الثانية، ورحمة. إذا العلاقة في الزوجية قائمة على هذا القانون اللي هو القانون الذي وضعه الحق سبحانه وتعالى. كنا إحنا بفهمنا القاصر حصلنا الزواج أو حصرناه في مسألة العلاقة الجنسية أو علاقة هذه، هذا لا يجوز. أما ولي الأمر لما رأى هناك ظلم للمرأة حدد سن الزواج. أيوة. والزواج يعتريه الأحكام التكلفية الخمسة: الواجب والمندوب والجائز والمستحب والحرام. قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون جائزا وقد يكون حراما. يعني حرام، أي نعم حرام، إذا لم يستطع إنسان مؤن النكاح وأنه سيظلم المرأة وأنه ليس لديه القدرة. وسيدنا الدكتور يعرف ذلك الكلام، والشيخ الفاضل وكل السامعين والجمهور يعلم ذلك، فلا يجوز له مطلقا أن يتزوج المرأة. قال له ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين لنا هذا الأمر في القرآن الكريم في قوله: الرجال قوامون، وبين لنا في والشريعة الإسلامية. وننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قولون يستشيروا بالسيدة عائشة: يا سادة، النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الحق سبحانه وتعالى. وسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها باختيار الحق سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم. إن سيدنا أبو بكر الصديق لما سند الدعوة، يعني قصص طويلة نخش فيه، لما سند الدعوة فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يكافئ، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بس مين بقى دلوقتي سيدة عائشة؟ خلينا مع كل لحظة واحدة دلوقتي، مين فينا سيدة عائشة دلوقتي؟ أختلف. أكيد. ومين سيدنا الرسول دلوقتي؟ أليس كذلك يا أستاذة؟ أكيد. إنما ولي الأمر قيد المباح لما لقى في ظلم المرأة. طب هقول لحضرتك على حاجة. أنا مو بس قاعد بس يا فضيلة الشيخ. لا بعد ما يخلص خلي حضرتك ترد. لا عشان يبقى معانا على الخط بس. طب هرد على سيادتك بس دي واحده شيخ محمود. لا لحظه واحده. اتفضل. لما الجواز العرفي والجواز القصري لما يؤدي ان احنا ننتج في المجتمع من لا يعني اطفال لا يعرفون مثلا كذا ولا كذا ولا كذا، والست هي لا تعرف حقوقها اصلا، وبعد كده يجي لما يتجوزها. صحيح يا شيخ حازم. صحيح. في نقطه اقول لحضرتك عليه، بيتجوزها قاصد، ده فيها طمه كبرى، يجي ياخدها عند المأذون يقول لك يعني عاوز اجوزها لان لظرف طارئ، يعني كانه ما حدث بينهما علاقه محرمه وهو يريد ان يزوجها، وبعد ما يتم السن القانوني خلي بال حضرتك يروح يعمل حاجه اسمها مصالحه عند المأذون او شبيه بالمأذون اللي هو محامي، هذا لا يجوز. يبقى احنا بنظلم المراه يا ساد، الله رفع قيمه المراه واعلى شانها ونحن نحطم من شانها. أكيد. بشكر حضرتك الشيخ حازم جلال.